يعني المعصية في غير رمضان في غير الصيام معصية، لكن أشنع وأقبح أن تصدر من صائم. كما أن الجدال والسب والشتم في حق المحرم في الحج هذا أقبح منه، لأن هذا حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان صائم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. بل حتى قال: وإن ساب أحد وقاتل فليقل إني صائم، وليقل اللهم إني صائم. إني صائم ولا اللهم إني صائم؟ كل يقول اللهم إني صائم. اللهم معناه يا الله، أنت تقول لله اللهم إني صائم، ولا تقول لهذا المعتدي عليك إني صائم؟ ها، لمن تقول أنت؟ فيكم المعتدي إذا ما تقول اللهم إني صائم، هذا خطأ. كثير من الناس اللهم إني صائم، شنو اللهم إني صائم؟ اللهم معناه يا الله، أصله يا الله، حذفت الياء وأضيفت ميم في آخر لفظ الجلالة حتى تكون البداءة بلفظ الجلالة. اللهم هي أصلها الله، هي أصلها يا الله، فصارت إيش؟ اللهم. فواحد معتدي عليك يشتمك تقول اللهم إني صائم؟ لا، تقول إيش؟ له ولمن حضر، أنا أستطيع أرد عليك، لكني صائم، إني صائم وليس اللهم إني صائم. اتفقنا؟ خلاص، إن شاء الله ما تعرضون لأحد يشتمكم، لكن السنة أن تقول إني صائم، لا تقول اللهم إني صائم.